الاثنين من مجموعة الأسئلة لاختبار القدرات، يقول لك إذا كان 15 سين تربيع بيساوي 7 فإن 15 قوس 7 سين تربيع بيساوي. طبعاً هنا ال 15 مضروب في كل ما داخل القوس، وإحنا طبعاً نعرف أن الضرب هو إبدالي، فممكن أنا أبدل هنا بال 15 7، فأقول 7 وبعدين قوس 15 سين تربيع بيساوي. طبعاً أعطاني اللي داخل القوس قيمتها 7، فعلى طول 7 ضرب 15 سين تربيع بيساوي 7، 7 فيكون الناتج 49 وهو المطلوب.